هنا دي مكانس، يعني المكنسة دي $89. دي برضو مكنسة $70. المروحة ديت ب$37، دي ب$44، دي $38 الحمراء دي. دول على فكرة مراوح خاصة بمعدات الصيانة، بمراكز الصيانة، يعني المراوح دي كلها هيفي ديوتي، دي كلها خاصة بمراكز الصيانة. دي المروحة الكبيرة دي ب$150، ده شفاط، ده بعد الخصم ب$80. في برضو الالتراسونيك، الجهاز زود ب$180، برضو الالتراسونيك ده ب$70. هنا بقى الكمبروسور ده ب$250. يعني $250. ده ب$240. الكمبروسر ده ب$200، الصغير ده برضو ب$200. الكمبروسر ده ب$250، وده ب$200، وده ب$150، واللي جنبيه ب$150. دي كواريك، الكواريك ده كله ده ضخم، ده ب$120. في الأصغر ده ب$190 أو $189. في الكوريك ده أنا مش عارف ده بجد ده ولا إيه، مش مع الكوريك ده كله ب$40، ده 2 طن ب$40 بس. ده كان ب$60 وعليه خصم. على فكرة كل حاجة هنا عليها خصم، يعني ده كان ب220 وعليه خصم $30، وده كان ب234 وعليه خصم $114. كل المكان هنا عليه خصم، يعني احنا مش عارف هنلاقيها من ذات الاسعار. هنا كله ما شاء الله عليه خصومات. البطارية دي ب$45، كوريك ده على تحفة، يعني شكله تحفة. هنا دي البنطة الهرمية ب$40 الاثنين، دي لقم مغناطيسية الأربعة ب$3.
ده صاروخ ترددي بالبطارية، ده ب $80 20 فولت، ده شنيور ب $45، دي دباسات ملناش دعوة بيها، دي أدوات الرش، يعني مسدس الرش ده ب$16، هنا ده حاجة بروفيشنال، ده 10، يعني ده ضعف المسدس العادي، ده ب$200. برضو دي بنط حرامية، في طقم، الطقم اللون ده كله ده ب$8، دي بطارية 3 أمبير 20 فولت ب$54، وده شاحن ب$35. هنا بيقول لك لو انت اشتريت بطارية تاخد معاها شاحن ببلاش. دي هنا بقى قطارات وسكاكين، مثلا السكينة دي ب$8، قطر ده ب$3، قطر ده ب$6، خنجر ده ب$10، بوكليتس ده $22، ب$34. هنا بقى دي شواكيش، الشكوش ده مثلا $8، هنا المفكات، ده طقم المفكات ده كله ب$10 عليه خصم. طبعا المفكات دي احنا بنحتاجها، ده ب$10، ده احنا بنحتاجه في شغلنا، فك الصلب المعوج ده، العتلة دي صلب، دي $7، كبيرة دي ب$10، ده ب$20، بتوع الامباكس اللي هو ربع او نص وتلاتة 8 بوصة ب$7. دي بطارية 8 امبير 20 فولت، دي ب$100. الشاحن بتاعها ب$45. دي وحدات التخزين بتاعت مراكز الصيانة، حط فيها العدة، طبعا دي بتيجي فاضية، ده الكبير ده ب$600، في منه الألوان دي. اللي بعده ده ب$290، والأزرق ده ب$290. ده السيفتي،
ودي نظارات السيفتي. طبعا هنا ما حدش بيشتغل في حاجة غير ما يكون لابس سيفتي. الكوريك ده ب 300 دولار، واللي جنبه ده ب 289 دولار. ده ب 209 دولار. ب 169 دولار. في الحاجات دي برضو ده ب 219 دولار. ده ب 119 دولار، ده 2 طن. في بقى اللي هو زي اللي عندنا ده، ده ب 40 دولار. ده برضو بتاع معدات أو مراكز صيانة العربيات، ده بتحط تحت الفردة وتلف العربية. ده كوريك برضو ب 230 دولار. دي بتاعت الميكانيكية، دي ب 40 دولار. هنا الكرسي ده ب 32 دولار، والمربع ب 32 دولار، والأكبر منه شوية 39 دولار. دي كلها معدات مراكز صيانة، يعني دي تنفع لموتور العربية أو موتور الموتوسيكل. ده وينش بيطلعوا الموتور من العربية بيه. الترابيزة دي، الترابيزة ديت، الترابيزة دي في منها ألوان، دي ب 140 دولار. كارت الأول ب 331 دولار، عليها خصم 191 دولار. ده مفاتيح فلاتر الزيت، دي بتاعت تحط في أقطاب البطارية المملحة، عاملة زي الفرشة كده. دي مفتاح انجليزي، ده المفتاح ده ب 10 دولار، كبير اوي ده 25 دولار. الجنريتور ده كاتل، ده ب 620 دولار، كبير اوي ده ب 2500 دولار. هنا الكواليتي ممتاز. ده جوانتي، ده ب 10 دولار العلبة، ده بيقول لك ان هو متقطعش. في حاجة كواليتي بتاعها أعلى، 13 دولار، ده ما بيقطعش برضه. والله اللي عندنا بتقطع وهو بتلبس أساسا. هنا تريم تول، هنا الكواليتي بتاعها عالي قوي. دول عليهم خصم، دول كانوا ب 9 دولار، ب 5 دولار، دي ب 10 دولار.